اوكي شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد حسين عالم أبل وياكم. اليوم رجعنا لكم في موضوع وشرح جديد، وهو عبارة عن طريقة أو حل مشكلة التشغيل التلقائي للفيديوهات أو الصور اللايف فوتو للآيفون والآيباد لأنظمة iOS 13 وما فوق. حل المشكلة جدا بسيط، ما يتطلب وقت كثير. فقبل أن أبتدي أضغط زر اللايك واشترك في القناة إذا كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس حق يصلك كل جديد. بدخل على تطبيق الصور، راح يطلع لي الفيديو ورأسا يشتغل. أنا أبغي يطلع لي المربع الخاص في التشغيل. الطريقة جدا سهلة. أول شي تدخل على تطبيق الإعدادات، تنزل تحت لين ما تلاقي كلمة الصور، تضغط عليها. راح تنزل تحت قليلا، راح تلاحظ هني التشغيل تلقائي للفيديوهات وصور لايف فوتو. تسويها إيقاف، وبعدين خلنا نجرب. نروح على الصور، مثل ما تشوفون الفيديوهات صار يطلع عليها هذه العلامة وتشتغل بالصوت مثل ما تشوفون. السلام عليكم شباب، اللي يبغي نفس هذه، عفوا نفس هذه، في واحدة مجانية مثل ما تشوفون جميع الفيديوهات تشتغل بهذه الطريقة. ولهنا أنا وصلنا للختام. لا تنسون لايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا على تفاعلكم المستمر، وبس يا شباب، مع السلامة.